هي امرأة من خارج هذه البلاد تقول: عندي ولد يكثر من الصراخ في الليل والبكاء، فذهب زوجي إلى رجل فكتب بعض الآيات في ورقة وقال له اجعلها تحت وسادة هذا الطفل عند نومه. يقول: منذ فعلنا هذا الأمر لم يحصل منه بكاء، فهل هذا الفعل مشروع؟ هذا فيه خلاف. إذا كان ما كتب في هذه الأوراق من الآيات ومن الأدعية الشرعية فبعض العلماء يرخص فيه بعدم المحذور، وبعض العلماء يقول لا، هذا ما يجوز لأنه من الحروز، ولكن الورد هو الذي يحمي الإنسان، إما أن يورد عن نفسه أو يورد عليه والده عند نومه. نعم.